احنا النهارده بنتكلم عن ارتجاع المريء بعد عمليات السمنه، وكمان لو مريض عنده اوريدي ارتجاع مريء قبل العمليه. طبعا ده موضوع كبير جدا. في البدايه اسمحي لي ان احيي حضرتك وكل الساده المشاهدين. طبعا ارتجاع المريء من الحاجات المهمه جدا. احنا بس هنتكلم على الفئه الناس اللي عملت عمليات تكميم وتحويل مسار، عشان في فئه من الناس تانية او فئه ما عندهمش وزن زايد وهو ما عملش عمليه تكميم وما عملش عمليه تحويل مسار. هنبقى نعمل لهم بقى حلقات تانية ازاي نعالج الارتجاع في مريض هو ما عندوش وزن زايد. انا راجل دلوقتي وزني مظبوط وعندي ارتجاع مريء. يعني ايه ارتجاع مريء؟ عندي حموضه. يعني ايه عندي حموضه؟ عندي حرقان ورا صدري كده دايما طول الوقت، الاكل بيرجع في بقي بالليل بشرق لدرجه الناس بتتخنق، بيحصل لهم سفوكيشن بالليل، يعني بيزرق بالليل من كتر الحموضه، اسنانه بتسوس، عنده صدره بيجي له ازمات صدريه ما بتتعالجش غير بعلاج ان احنا نعالج الارتجاع. دول فئه هنتكلم عليهم في حلقات قادمه بقى، اللي هو الارتجاع في مريض طبيعي خالص ما عندوش وزن ولا عمل عمليات. النهارده اللي احنا بنتكلم عليه ان هو مريض سمنه مفرطه عنده ارتجاع في المريء، نعمل له عمليه ايه؟ ولما هو لو المريض التاني عمل عمليه تكميم وجاله ارتجاع يتعالج ازاي؟ والمريض اللي هو عمل عمليه تحويل مسار وعنده ارتجاع مريء يتعالج ازاي؟ السؤال اللي حضرتك بتساليه ان هو انا دلوقتي لو مريض سمنه مفرطه وعندي ارتجاع، يعني ايه سمنه مفرطه؟ يعني عندي 15 ل 20 كيلو في الوزن الطبيعي، او لو بنحسب حسبه كده بنقسم الوزن على الطول، على الطول مره كمان طلع كتله فوق ال 30. انت ليك عمليات مختلفه شويه عن العمليات اللي بتاعت الارتجاع الطبيعيه للاوزان العاديه، فانت فوق السمنه المفرطه ليك حلول ثانيه. مهم جدا 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 رساله لكل الدكاتره اللي بتشتغل في مجال السمنه المفرطه، للدكاتره المبتدئين او اللي لسه بيمارسوا حياتهم في البدايه في جراحيه، اللي احنا حياتنا كلها تتعلق حوالين الارتجاع، فتح حجاب حاجز. مهم جدا تقييم الارتجاع ما قبل اجراء العمليه. لابد سؤال واضح جدا اساله المريض، انت عندك ارتجاع ولا ما عندكش ارتجاع؟ وطبعا في الاماكن اللي يبقى فيها جاهزيه اعلى وربما يكون في سهوله في اجراء المنظار ما قبل عمليه السمنه، اعمل منظار لو شكيت لحظه واحده في الارتجاع. ولو عندك، يعني لو انت بتشتغل في 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 مستشفيات قادره ان هي تعمل منظار لكل العيانين ما قبل العمليات، حتى اللي عنده ارتجاع واللي ما عندوش ارتجاع، اعمل له منظار، لان انت عندك اكتر من 11% بيبقى عندهم فاتح حجاب الحاجز، ما عندوش اي اعراض للارتجاع. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي ما عنديش ارتجاع وما بشتكيتش للدكتور من الارتجاع، داخل الدكتور بيعمل عمليه تكميم لقى فيه فاتح حجاب الحاجز. طب الدكتور ما شخصوش ليه قبل العمليه؟ لانه ما بيشتكيش. طب احنا ليه ما بنعملش منظار؟ احنا يعني هي عشان بس توفير الماديات في العالم كله مش بس عندنا في مصر. يعني في مدارس بتقول ان نعمل، انا مع المدرسه دي، ان احنا نعمل منظار لكل العيانين اللي هم ما قبل جراحه السمنه، لان انت عندك نسبه من الناس عندهم فاتح حجاب الحاجز وهو ما بيشتكيش منه اصلا. لكن في مدرسه تانية ما بتعملش للناس عندهم اعراض ارتجاع، وده يعني يمكن مش الافضل لكن يعني موجود. لكن اللي مفروض على كل الاطباء ان هي تتقصى في ان هي تسال المريض عنك اعراض ارتجاع ولا ما عندكش ارتجاع، وتعرفه يعني ايه ارتجاع، واذا كان في شك لحظه واحده في الارتجاع اعمل منظار معده تشخيصي. هيقول لك والله الراجل ده عنده يعني معدته سليمه، المريء بتاعه سليم، الاعراض اللي بيحس بيها دي اعراض بتاعه التهابات في المعده، او ربما يكون قرحه في الاثنى عشر، قرحه في المعده، او بكتيريا حلزونيه، جرثومه المعده المشهوره، فدي بتتعالج بعلاج طبي وممكن اجراء عمليه التكميم في الحالات اللي زي دي طالما المريء سليم وعنده ما عندوش فاتح حجاب الحاجز. واحد تاني، يبقى احنا بناء على المنظار وبناء على المعطيات بتاعه الارتجاع دي انا غيرت تاريخ العمليه خالص. يعني ممكن اعمل تكميم وممكن ما اعملش تكميم، يعني ممكن اختار لعمليه تحويل مسار معده كلاسيكي في حاله مثلا ان العيان انا بساله عنده ارتجاع وابتدى يشتكي لي وابتديت اعمل له منظار لقيت عنده ارتجاع درجه سي، درجه دي، عنده بارت اوسوفيجس، الناس عارفه الكلام ده اللي هم دكاتره البطنه او دكاتره المناظير او المرضى نفسهم اللي تشخصوا ده عارفين يعني ايه بارت، او تغير في الخلايا بتاعه المريء بسبب الحموضه المزمنه. ساعتها انا كجراح ما اقولوش اعمل تكميم معده، اقول له اعمل فقط عمليه تحويل مسار معده كلاسيكي. ليه بقى يا دكتور؟ لان هي دي العمليه المفيده، هي دي العمليه الصالحه ان هي تعمل حاجتين، تنزل الوزن. عمليه تحويل مسار المعده الكلاسيكي دي هي من ضمن افضل العمليات اللي بتعمل في واحد عنده حموضه جامده وعنده وزن زايد. يعني انا كجراح اقول للعيان اعمل عمليه تكميم وانا عندي حموضه جامده وعندي ارتجاع درجه ثالثه ولا رابعه ولا عندي بارت اوسوفجس، يبقى انا بضر العيان والارتجاع ده هيزيد اكتر من 100 مره. عمليه تحويل مسار المعده الكلاسيكي هي الافضل عالميا والافضل صحيا والافضل جراحيا ان احنا نعملها،
لان احنا بتعمل كذا حاجه بقى. يعني هي بتعزل جزء من المعده كبير جدا اللي هو بيفرز الحمض اللي هو حمض المعده العادي اللي هو عامل زي ميه النار اللي بيطلع في المعده. انت خلصت كده من جزء كبير. طبعا الجزء ما تبقى من المعده هو جزء صغير بيبقى من جزء الحته اسمها الكارديا، بيبقى خلايا المفرزه لل HCL او الخلايا المفرزه للحمض نفسها قليله جدا وقد تكون منعدمه في الجزء ده. طول ما انت بتصغر الحجم ده ما بيبقاش فيه خلايا الافراز، بتبقى قليله جدا وقد تكون لما بتصغر حجم المعده ما تكونش موجوده لان حجم المعده صغير. النمره اللي بعد كده انا بعمل وصلتين، في وصله منهم على بعد متر كامل بتمنع العصاره بتاعت المراره ان هي توصل للمريء، لان في نوع اسمه العصاره المريريه احيانا بيبقى العيان عنده حموضه وعنده جزء منها عصاره مريريه، بتلاقي البايل او العصاره المريريه قاعده في المعده وبتطلع في المريء بصوره مزعجه جدا وهي اخطر كمان من، فانت بتبعد العصاره المريريه وعصاره المعده على بعد متر، ما يقدرش ان هو يرجع لك بقى تاني في المريء، فده على بعد بعيد جدا. التفاصيل الجراحيه مش بدخل الناس فيها، لكن هي عمليه مفيده، عمليه جميله بتقلل الحمض. النمره الاخيره، احنا لما بنعمل وصله ما بين المعده والامعاء هي دايما بتشد المعده لتحت، لو واحد عنده فتق في الحجاب الحاجز واحنا صلحناه بيبقى فرصه رجوع الفتق ده قليله جدا جدا جدا، لان الوصله دي بتبقى عامله يعني هانجنج كده او شد المريء لتحت فما بيطلعش تاني يطقط تاني فوق مستوى الحجاب الحاجز. عمليه جميله جدا. انا بس مش عايز اضيع الفرصه على انه احيانا يعني انا ما بحبش اقول كده ان بعض الجراحين ما بيبقاش عنده قدره لاجراء عمليه زي عمليه تحويل مسار المعده الكلاسيكي، وبالتالي بيقول للعيان اعمل عمليه تكميم بغض النظر بقى انت عندك ارتجاع اي درجه، بغض النظر ان هو عمليه وان واي كده انا بعمل العمليه دي فانت هتعملها في كل الاحوال. للاسف العيان بيضطر ان هو يعيش طول حياته متعذب بسبب الارتجاع، متعذب بسبب الحموضه اللي مش قادر يعيش حياته بيها، فده يعني دي نقطه لازم تكون كلير. احنا لازم نتقصى الوضع ده ونحضر عين مظبوط ونعمل بقى الفحوصات الكافيه، واحيانا قد لا يكون الا تحويل مسار المعده الكلاسيكي هو الحل مش عمليه تكميم المعده، فناخد بالنا كمرضى وناخد بالنا كجراحين برضو مبتدئين. انا كمريض اعرف منين لو عندي ارتجاع مريء؟ تفرق ازاي افرق بين ارتجاع المريء المرضي والحموضه اللي ممكن تحصل من وجبه مثلا غلط او من نوع اكل غلط؟ احنا عندنا طبعا الجزء ده يتجاوب عليه لو الواحد ما عندوش وزن زايد طبيعي وهو عنده ارتجاع وما عندوش حاجه خالص، يعني اول شكوى انت خد علاج لمده شهرين ما استجبتش للحموضه اللي هي الطبيعيه دي ما استجبتش لعلاجات الحوضه اعمل منظار، لان المدارس اللي انا اتني ادي العيان او اظل ان انا ادي العيان علاجات تجيب لي هشاشه في العظام وتجيب لي مشاكل على المدى البعيد وخصوصا في كبار السن مدى الحياه، ومش عايزك تروح لجراح ان انت تعمل عمليه، ده يعني حاجه مش مظبوطه، وبالتالي العيان ما بيستجبش للعلاجات اللي هي اللي احنا مشهوره، يعني احنا مش بنعلن عن ادويه، لكن العلاجات الموصوفه طبيا اللي انت بتاخدها البروتون بامب انهيبيتورز كلهم خدهم لمده شهر اتنين ما استجبتش اعمل منظار، قيم نفسك مش مستجيب اعمل عمليه، لان احنا مش علاج طبي بس، يعني انا الرساله دي برضو للدكاتره وللمرضى. الارتجاع بقى مختلف شويه بعد عمليه التكميم، ما فيش ارتجاع طبيعي بعد عمليه التكميم، ما فيش ارتجاع طبيعي بعد عمليه تحويل مسار المعده المصغر. يعني عمليه تحويل مسار المعده المصغر عيان بيشتكي بيقول لي انا بشرق بالليل، يعني انا بتخنق بالليل، العصاره المريريه بترجع في بقي لدرجه انا بتخنق بزرق، هو ده. خد علاجات للحاجات دي، وبرده بعد عمليه تكميم قد يكون عنده بعد عمليه تكميم بعد شويه العضله ضعفت، عنده حصل له فتق في الحجاب الحاجز، العصاره المريريه بترجع او العصاره اللي هي الحمضيه بترجع في البق في زوره، بيكون نتيجتها ان انا بالليل نايم تمام كويس جدا وبصحى على شرقه مميته، مش قادر اخد نفسي، مش قادر اتنفس حتى كده، وحاجه مزعجه جدا نفسيا، يعني حاجه فعلا قاسيه جدا 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 لما المريض بيشتكي منها. عمليه تحويل مسار المعده المصغر لما بيحصل فيها ده بيكون احيانا فيسيولوجيا بتبقى حاجه بسيطه، احيانا بتبقى بسيطه، يعني شكوى مثلا جت مره خدت علاجها خفت، لو متكرره افحص نفسك، لان احيانا بتعمل اشعه مقطعيه او بتعمل منظار تلاقي حجم الوجه اللي هي الباوتش او حجم المعده قصير جدا، يعني قصير يعني ايه؟ يعني العصاره المريريه بتطلع بسهوله جدا للمريء، بتبقى ملاصقه للمريء، لان في تحويل مسار المعده المصغر جزء من عصاره المراره بترجع في المعده، بس هي مش المفروض ترجع في المريء. لو رجعت بقى في المريء بتعمل نفس الاعراض اللي احنا اتكلمنا عليها دي، لو اتكررت عند حد عامل عمليه تحويل مسار المعده المصغر افحص نفسك، اعمل اشعه مقطعيه بالصبغه ثلاثيه الابعاد، اعمل منظار معده
قيم وضعك لان انت قد تحتاج الى جراحه. الاسبوع اللي فات ده كان من ضمن الليستة، يعني طول اليوم في الحاجات دي في عمليات الاصلاح. الشكوى انا عامله عمليه من 7 سنين وعمليه تحويل مسار معده مصغر وعندي ارتجاع مراري شديد. اعمل اشعه مقطعيه لقيت حجم الباوتش كله 4 سنتي، اللي هو يتعمل بيه تحويل مسار المعده الكلاسيكي، ما يتعملش بيه تحويل مسار المعده المصغر، اللي احنا عرفنا في الجراحه دي مختلف عن دي. الرسمه حتى مختلفه، الجراحه مختلفه. بتعمل وصله طويله في تحويل مسار المعده المصغر املا ان العصاره المريه ما ترجعش في المريء. لما تعملها بقى انت 3 4 سنتي، يبقى انت كده يعني طبعا خليت العصاره المراريه رجعت في المريء بسهوله جدا. فدي حاجه مش صح، لا يمكن علاجها بالطرق التحفظيه، لابد انه يدخل العمليه ويعمل عمليه تحويل مسار معده كلاسيكي اللي هو من المصغر للكلاسيكي. انا ليه باكد على النقطه دي؟ لان احيانا الناس بتفتكر ان الحموضه المراريه او الحموضه اللي هي بتيجي بعد التكميم جزء من العمليه، يعني لحد بقى ينتظر ان هو العصاره بترجع للمريء بياخد علاجات غير مستجيب، ياخد علاجات غير مستجيب، الخلايا تغير الليبريتو سوفاجس، بعد شويه ممكن يحصل له سرطان في المريء والعياذ بالله، لانه بسبب ان هو واخد الطريق وحاسس ان الطريق. يا اما بترجع عدم خبره للجراح ان هو مش قادر يعالج المضاعفات او مش قادر يواجهها، او ان المريض نفسه مش قادر ان هو يشتكي او حاسس ان ده جزء من العمليه. زي ما اتكلمنا على عمليه تلبيس المعده اللي هي اصلا اصل فيها الترجيع. طب ما هو بيقول لي انا لو ما رجعتش يبقى انا ما يعني ما يبقى دي مش دي العمليه. هل عمليات السمنه قائمه على الترجيع؟ لا طبعا. العمليه اللي فيها ترجيع عمليه مش مظبوطه، يعني هي سواء في الديزاين بتاعها زي عمليات التلبيس، او انت عملت عمليه تلبيس تكميم معده او عمليه تحويل مسار وتلاقي الوصله ملويه، بتلاقي في ضيق في المعده، بتلاقي في التواء، ففي حاجات جراحيه لن تحل الا بالجراحه. فوجود الارتجاع الغير مستجيب للعلاجات ما تصبرش عليه كتير، ارجع للجراح، اعمل منظار، اعمل اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد تقيم لك حجم الوجبه الباوتش بتاعتك او المعده الصغيره. احيانا الديزاين نفسه بتاع المعده ما يكونش مظبوط، لانه واحيانا لن يستجيب الا بتحويله لعمليه ثانيه. طب دكتور، لو انا مريض عملت عمليه التكميم وعندي ارتجاع، حضرتك بتقول انه ده لازم يتعالج، ده مش طبعاً عرض ملازم للعمليه. طبعاً ايه اللي ممكن اعمله او ايه الاجراءات اللي ممكن اتخذها لو انا عندي ارتجاع بعد عمليه التكميم؟ هنرجع للجراح، هنعمل الفحوصات اللي هي لو ارتجاع خفيف احيانا بيبقى يعني في الفتره الاولى بعد العمليه بناكل حاجات ممكن هي تزود الارتجاع، زي الانسان العادي اللي بياكل حاجات فيها دسم بزياده، في حاجات سبايسي، في حاجات دي، الحاجات دي طبعا ممكن تزود الارتجاع. انا بقى عالجتها، اديت علاج طبي ما استجابش، اعمل منظار، اعمل اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد. بتلاقي المعده احيانا بيبقى فيها ستريكتشر ضيقه، ما هي ضيقه من تحت ما مش هتعدي الاكل من فوق، وتلاقي في ارتجاع. واحيانا بقى بيبقى في العيان عنده فتق في الحجاب الحاجز ما اتصلحش، او احيانا بيبقى عنده ما عندوش فتق في الحجاب الحاجز وبعد سنتين ثلاثه تلاقي العضله ضعفت فحصل له فتق في الحجاب الحاجز. لابد من اجراء منظار معده، اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد. الحل الجراحي قد يكون اصلاح للفتق بس لو فتق صغير، قد يكون ان انا بحول عمليه التكميم وحبذا بقى لو كان في وزن زاد بعد 3 4 سنين تعمل عمليه بقى لعلاج الارتجاع وتنزل برضو الوزن بتاعك يعني في نفس العمليه بعمليه تحويل مسار المعده الكلاسيكي.